السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الدرس. سأقوم بشرح كيفية تصميم كتاب المصحف الشريف. نبدأ بسم الله مع المكعب، نقوم بتصغيره على المحور X S X ثم على المحور Z S Z بهذه الأبعاد. ندخل على الإيديت مود من خلال الضغط على الزر تاب، نعمل تقسيم بكنترول R ثم نضعفه بكنترول B ونسحب الماوس قليلا إلى الأعلى لتصبح الخطوط بهذا الشكل. نقوم بعمل تقسيم آخر من الأعلى ونحرك حتى الحافة بهذا الشكل. نحدد هذه الوجوه الجانبية الثلاث ثم ندخلها للداخل بالاختصار E S Shift Z. نروح للزاوية اليمنى من خلال الرقم 3 من الكيبورد، نعمل تقسيمات بكنترول R ونضعفها بتحريك عجلة الفأرة إلى الأمام. كليك يسار لتثبيت التقسيمات. نحدد خط التقسيم الأوسط من خلال Alt كليك، أو قبل التحريك على المحور Y لا تنسوا تفعيل أداة Proportional Editing هذه في الأعلى ونختار الوضع Sphere. أعود لنحرك على المحور Y مع دحرجة عجلة الفأرة إلى الأمام لتقليل مساحة التأثير بهذا الشكل. لاحظون أصبحت الجوانب منحنية، وهذا هو الهدف من هذه الأداة. حدد هذان الوجهان الأماميان، نحركهما قليلا على المحور Y G Y ونروح للزاوية اليمنى بالرقم 3 ونضغط على S Y 0 لتصبح منسقة بهذا الشكل. وها قد أنهينا نمذجة شكل المصحف. لنذهب للخطوة الموالية UV والتكستشر. نضغط على نافذة الشيدنج، نروح لمساحة عمل النوت إديتور ونضيف Image Texture من خلال Shift A Texture. نقوم بربط منفذ الكولور مع منفذ الكولور. نقوم بالضغط على الزر Open ونقوم بتحميل صورة التكستشر. كما تلاحظون الصورة لا تبدو في موقعها المطلوب، وهذا لأننا لم نقم بعمل UV. نقوم بتدوير الشكل من الأعلى ب 90 درجة R Z 90 لتسهيل عملية UV. حدد هذا الوجه العلوي ونضغط على U ونختار Project From View. نروح لنافذة UV Editing، نعمل A لتحديد المساحة ونقوم بتكبيرها من خلال زر S بهذا الشكل. نقوم بتكبير ووضع الوجه بحيث يملأ مساحة الصورة. نروح للزاوية السفلية من خلال Ctrl 7 ونكرر ما قمنا به في الوجه العلوي. نحدد الوجه، نضغط U ونختار Project From View. حدد الوجهين العلوي والسفلي ثم نقوم بعكس التحديد بكنترول I. نعود لمساحة عمل UV ونقوم بتصغير هذه الوجوه ووضعها في اللون الأسود. نخرج من الإيديت مود، كليك يمين ونختار Smooth Shading ليصبح الشكل ناعم. نروح هنا ونفعل خيار الأوتو سموث لتجنب هذه المشاكل في التظليل. لنافذة الشيدنج نختار السوليد فيو من هذه الدائرة البيضاء، نقوم بتحديد هذه الوجوه لعمل خامة للصفحات. نروح لأيقونة الخامات من الأسفل ونضغط على إشارة الزائد، نضغط نيو لعمل خامة جديدة ونروح لمساحة عمل النود، نضغط شيفت أي ثم نختار ويف تكستشر، Shift A مجددا وهذه المرة من Converter ونختار Color Ram. نضغط على أيقونة Look Dev View لرؤية التكشير ونلاحظ أن التكشير ما زالت بيضاء، هذا لأنه لابد أن نعمل Assign للماتيريال حتى يتثبت على الوجوه المحددة. نلاحظ أن هذه الخطوط مائلة، ولتصحيح ذلك نقوم بإضافة نودين، الأول هو المابين والثاني هو Texture Coordinate. الهدف من إضافة هذين النودين هو تصحيح اتجاه التكشير، أي اتجاه الخطوط. قم بتغيير قيمة الزاوية حتى تصبح الخطوط أفقية. نغير المنفذ القادم من هذا النود إلى UV. أقوم بتغيير الزاوية مجددا. أعود إلى نافذة UV Editing وأقوم بتكبير هذه الوجوه حتى تظهر الخطوط. أقوم بتصحيح الزاوية قليلا وتصبح الخطوط أفقية تماما. أقوم بالزيادة في عدد Scale حتى تصبح الخطوط كثيرة. أقوم بتعديل لون الصفحات لتصبح بنية بعض الشيء.
Shift A وأقوم بإضافة Bump Mode Node من مجموعة الفيكتورز. أقوم بربط منفذ الكولر مع الهاي ومنفذ النورمال مع منفذ النورمال لإضافة بعض اللمسات كأن الصفحات متشوهة قليلا. نقوم باللعب على منفذ الديستورشن. نعود لنافذة الماتيريال على اليمين ونحدد ماتيريال الغلاف. نختار زاوية بها انعكاس للضوء ونذهب لمساحة عمل النود. Shift A وأضيف Bump Node. أربط الكولور مع الهاي والنورمال مع النورمال. كما تلاحظون حصلنا على بروز للون الزخرف الأصفر. أعود لمساحة عمل النود. Shift A وأضيف Noise Texture من مجموعة التكستشر. Shift A مجددا. نروح لمجموعة الكونفرتر وأضيف Color Ramp وأقوم بربط الفاكتور مع الفاكتور. Shift A مرة أخرى هذه المرة من مجموعة الكولور وأضيف ميكس RGB. أقوم بربط الكولور مع الكولور. أعود لنود النويز وأقوم بتكبير السكيل. أضيف نود آخر من مجموعة الكونفرتر وهذه المرة نود مات. أقوم بتثبيته هنا فيرتبط من تلقاء نفسه. أدخل هنا وأختار Multiply. نخلي القيمة عند 0.1 والهدف من هذا هو تخفيض ارتفاع هاي النويز. نرجع قليلا إلى الأعلى ونربط Color Texture مع الروفنس. نقوم بعكس ألوان الروفنس من خلال إضافة نود Invert من مجموعة Color. نقوم بتخفيض قيمة الانفرت قليلا ونقوم كذلك بربطه مع منفذ الميتاليك. ونكون بهذا قد أنهينا ماتيريال الغلاف الخارجي للمصحف. هنا في مساحة عمل الفيوبورت Shift A ونقوم بإضافة Plane. نقوم بتكبيره ووضعه تحت المصحف الشريف. نعود لمساحة عمل النود ونضغط زر نيو لإضافة ماتيريال خشب كطاولة. Shift A ونختار Image Texture ونحمل Texture Color. Shift D لمضاعفة الصورة ونحمل هذه المرة صورة الروفنس ونربطه مع منفذ الروفنس. Shift A مرة أخرى ونحمل النورمال ماب ونقوم بإضافة Normal Map Node ونربطه مع منفذ Normal Map دون أن ننسى تحويل هذه هنا إلى Non-Color. نقوم بالدوران حول المصحف واختيار زاوية مناسبة وقريبة ونضغط Ctrl+Alt+0 لتغيير موضع الكاميرا. نقوم بزوم الكاميرا قليلا من خلال Size. نقوم بضبط وتعديل الكاميرا قليلا من خلال التحرك على المحور X و Y. نعود لمساحة عمل النود وهذه المرة سأقوم بتحميل صورة HDRA من هذه الزاوية. نقوم باختيار World. Shift A وأقوم بإضافة Environment Texture وأقوم بتحميل صورة الغرفة. أقوم بربط الكولور مع الكولور لتغيير دوران الخلفية أي صورة الغرفة الـ HDRA. نقوم بإضافة نود Mapping ونود Texture Coordinate. نقوم بتدوير زاوية دوران الغرفة بحيث تكون النافذة خلف الطاولة. نقوم بتخفيض شدة إضاءة الغرفة. نحدد هذه الإضاءة ونقوم بتخفيض شدتها ونوعها إلى Sun. نقوم بتدويرها بحيث تكون موجهة نحو المصحف الشريف ليكون هنالك انعكاس للضوء عليه. نذهب إلى هذه الأيقونة أيقونة التصوير ونعمل تفعيل للأمبيانت أوكلوجن والبلوم. نقوم بإضافة فوليوم سكاتر ونربطه مع منفذ الفوليوم هنا وهذا لإضفاء بعض الضبابية في المشهد. نقوم بتخفيض قيمته لتكون قيمة ضئيلة جدا. نقوم بزيادة شدة الإضاءة قليلا.
هنا في الفيوبورت أقوم بعمل Shift A وإضافة Plain Axis Empty. أقوم بتحديد الكاميرا ثم أذهب إلى خانة Depth of Field وأقوم بتفعيلها وتحديد الـ Empty Axis كمركز لتحديد تركيز الكاميرا، ثم أقوم بتخفيض قيمة الـ F-Stop. ثم نقوم بعمل تست رندر من خلال نافذة الرندر ونضغط على رندر، وكما تشاهدون النتيجة النهائية تبدو جيدة جدا وواقعية إلى حد بعيد. أتمنى أن تكونوا استفدتم كثيرا من هذا الدرس، ولا تنسوا إعطائي انتقاداتكم أو آراءكم في خانة التعليقات. أراكم في درس قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.